يعاني المواطنون الفلسطينيون في الخليل وخاصة في البلدة القديمة من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويتخوف الفلسطينيون من تصعيد هذه الاعتداءات بعد عدم تجديد رئيس الوزراء الإسرائيلي لبعثة المراقبة الدولية المؤقتة. اعتداءات متواصلة ولا تتوقف على عائلة القنيبي في البلدة القديمة بالخليل، وآخرها كان خلال هذا الأسبوع حين اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اثنين من أبنائها وهددتهما بالاعتقال. لكن في هذه المرة غاب دور التوثيق والمراقبة الذي كانت تقوم به بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل. أكثر إشي بلطخ حجار قنابل صوت، قبل في 2011 لطخوا علي واستشهد الجنين في بطن 9 شهور كان لي، وبعتقل بيجوا يعتقلوا اولادي يهددوني فيهم، واذا فتحت شباك برشوا مي علي. منذ القرار الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة التيف الدولية وأهالي الخليل لا يشاهدون أي تواجد للبعثة في أزقة المدينة وأماكن الاحتكاك، بعثة كانت تعمل على توثيق اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال في الخليل بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994. عدم التجديد لبعثة التواجد الدولي دليل أن الاحتلال الإسرائيلي يريد فرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية على قلب مدينة الخليل، يريد أن يسرع عمليات التهويد وعمليات طرد المواطن الفلسطيني. نحن متخوفون من مجازر جديدة، نحن متخوفون من اعتداءات من المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي على المواطنين. لاحظنا بعد إخلاء التواجد الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي هناك ملاحقة للصحفيين، وتم ملاحقتي لعدم التصوير في هذه المنطقة. ما يقارب 50,000 مواطن فلسطيني يسكنون في البلدة القديمة بالخليل، وبالتحديد في منطقة إتشتو التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وتحيط السلطات الإسرائيلية هذه المنطقة ب 22 حاجزا عسكريا. يعاني الأهالي من اعتداءات متواصلة من الاحتلال ومستوطنيه. قرار إسرائيل إنهاء نشاط بعثة المراقبة الدولية التيف والتي تعمل في مدينة الخليل منذ نحو 2.5 عقدين يزيد من مخاوف الفلسطينيين من تصعيد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضدهم في ظل غياب التوثيق والرقابة الدولية. أحمد جرادات، التلفزيون العربي، من البلدة القديمة في مدينة الخليل.